ما حكم الشهود على القبر؟ يعني يأتي الناس عند القبر ويقولون ماذا تقولون في هذا الميت؟ تقولون رجل صالح، ابن صالح، ابن ست. كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أشياء تأتي عفوية. رحمة الله عليه كان رسولا، رحمة الله عليه كان كريما، ونحو ذلك. أما أن يقف واحد يستشهد الناس حتى يقول يعني أنه شهد له 40 بخير أو 3 بخير، كل هذا لم يرد. كل أعني هذا الاستشهاد عند القبر.